Grave. Bon Sadiq, Ahmed, première. Merci. واخا الاول نيني السلام عليكم ونشكر شكون مني واخا في الزياره انتم ولكن قبل هذا بدي اش غير مذروع نبدا الطبيعه لان شو ما تفكر كل وقت 58 59 لا بدا خصي يذروع السوق سوري مليح هذه غسول يستحيل اولا يرجع الانسان للجذور ديال داك الاحداث يستحيل عاوتاني من الجوانب الغير معروفه هو ان الجيش الملكي افرض النفوذ ديالو في الشمال لاول مره بعد ما خرج منه الجيش الاسباني ما حدث بالريف في اعتقادي المتواضع فيه كثير من الذاكره وقليل من التاريخ باعتبار النقص الفظيع في الوثائق وباعتبار أن ما حدث ما زال موضوع صراع سياسي حقوقي إلى اليوم ولكن شميخ تعقر بالضبط ما ميكس دوري غير يغض بأن ديج الموضوع طابو مش حادة يدوق عنده وراثين السور غاقي وذاني قارك للموضوع عوانيتي وخاص السور شي لأنك روخت نيري يتجا ذي بقدي بزاف ونسين شي تاريخي ينس ذا داغر روخ لشنين وشي ذا داغر ولكن نطمس لأنه ولو من سن سن الدفاير باش نعذو غايجة مرحلة النظمية زي تاريخ المغرب يخصي مسيريني هنتنصفة وأحسن طريقة باش هنتصفي هو توشد الفرصة يوذان خاص السور الوالده والسور تو بين شي راهي 50 سنه هذيك كانت تسور الخمانيات ما عاد من تسور شي حاجه يعني انه يبقى يجنوا يجنوا تما مش استخسر راديو خمانيات يعني استخسر راديو نهائيا وتسري الخماني اختاز 50 سكوس هذو قابو دو سوسم الجنان غنخاف سي صغواني سقسان ذور ذون قد النغط صفار ذرا مزروين نغيو الزغ ونسي المخدس نقاث ناري ذي مغارين ذي أقازن ذي حاموشن قامنا السيور نخمين خاسني كين أرجوخ اسمي هو محمد مزيان خلقه غين عن 16 نيشان 6 1959 خرقه ديال الحسيمه قالو اختي جيج المعتقل الحبس مير طفل العائله النار كمر ودي شي دابا على الاستقلال بغي عجيب واش كتبتي جني قاكوك عجيب الاستقلال ما تفضى تنقض تسود دار تسكمض تتزد شيخ القايج وحاموش خمس سنين تقومي على السبع يا ولدي حنا ود ورد ود ورد الله يحفظ يا سيدي عبد العالمين ومن غد فن من العسكاني ريت أمريكا رغاية عند حنشية
جدي يكا خمس سنين قرحمس، بابا يكا عامين قرحمس، نيش نغينا يسعموذ ماثاين طفني قرحمس ولا نيش قراقيس. با كراجل كبير مادي با ما طلعش الجبل، قالوا طلعت انت الجبل. قلت لك قالوا يعني ماشي يعدلوا لي انقلاب على الملك، وطلعت الناس غوت وطلعت الناس الجبل كيقولوا يحيى الملك، وتحركت القبيله كامله كيفاش نغوتوا على سيدنا مير. عندي 1938 على كارت. ايوا كنت ازري، كنت راجل في 58، كنت راجل. وزما غنفهم يعني مين يوقع قد 1959 وتما غنوعد دلالتي نس منو نذوير انغا التاريخ نعرف انغا مخرى تصرفني وانا ريت حكام من داك كاريف اق الاسر اللي حكمت المغرب. اذا ذي نبدا يعني علاقه وزمانيني تما يعني القاطعه وزمانيني الصراع دائم، ولكن كان صراع وكانت قاطعه وكان كذلك يعني نوع من التعاون جان يعني إريفيا السلاطين اللي حكمن المغرب. في 30 مارس 1912 المغرب وقع إجل المعاهدة أك فرنسا، وقعت السلطان مولاي حفيد. يصبح المغرب تحت الحماية الفرنسية. في 1920 ذي غيبدا مولاي معند ذي قود المقاومة لمدة 6 سنين نشهد يعني مواجهات متعددة. المغرب يجيج التنازلات تم قرانين باش هذا يحصل الاستقلال، من بينها تقيم الجيوش الفرنسية، تقيم الجالية الفرنسية تستقر إلى آخره. ثم سرينا ويرفضي ثنت عبد الكريم. إذن معاهدات إكس ليبان تفوض ندايس الوطنيين المغاربة أكسلوطة الفرنسية وتقبير نشنجو ذاني نتغي كسين السلاح دي جيش التحرير دي الريف نغذي الجنوب المغرب دي استمرن الشاثن مازال ذي الاستعمار ذي فغ. سبحان الله، سبحان مقلب الأحوال ومبدل الساعات، ساعة رهيبة، ساعة تاريخية حاسمة. هذه هي الطائرة التي كانت أكباد المغاربة ترفرف لوصولها. هذه هي الطائرة التي اهتز لها كل مغربي. هذه هي الطائرة التي تستقبل بإجلال وتقديس وإكبار. هي هي أرض المغرب يا بلد الأطلس الشامخ. هذا القائد
ستتشرفين به. هذا الذي ضحى من أجلك اليوم يعود إليك منتصرا. لوخا كي الوقت ني بدا الاستقلال يلا عاد يسيد الاستقلال اري فيروز تحكم شي فرنسا راه تحكمت اسبانيا اذا اذا قال وميت غادس وميت غاي ديال الاستقلال ماتش بالنسبه ياري فماتش ميد الاستعمار الجديد ان الاداره يتغيسن تحكم كاري في الاداره وغاسبوا العلاقه كاري فتاس اللغه الفرنسيه غادسني ودان زي حزب الاستقلال تحكم كاري وبالتالي فتسمى غاتش مي جنو عن الاستعمار الجديد يتستعمى خارف اري فيلو قبير نشي اذا غاسني مجموعه المطالب مجتمع مطالب اجتماعي اقتصاديه ثقافيه الى اخره من بينها انه استخدمني ودان المنطقه يغامي عاملنا كي ودان المنطقه واحد غشاء جميع القوات الاجنبيه عن المغرب اثنين تشكيل حكومه شعبيه ذات قاعده عريضه ثلاثه حل الاحزاب السياسيه وتكوين حكومه وحده وطنيه اربعه اختيار موظفين من السكان المحليين تخدس الضريبة حاشاك خويور تخدس الضريبة خضغات خو حوري تخدس الضريبة كلشي درت سنين في الاستقلال شيني جهز من خلي استعمار شنيني قوم ومع ذلك نقيم كل حالة اني الاستعمار وخنت في الاستقلال ذو السبب بيزن وريا وذراء والسبب أمقران وهو كل وقت اني إلى نفوذ النينة حزب الاستقلال نتا إليت عملا زفج المعاملة تعفن روحني قيمة تصداس المواطنين بذن كورشين الحسيمة قانا سنة تنقاو متخيث ما قيرا عند ورياث إلا تقنيج الاجتماع قي السوق ذا مقران قانا سيودي من يظلم ما يخصد كما أنكش نحجث هذا كان ثور شي زمان قمم يجي قد الماء فالنسيانا وسناي هذه مسرين تمارس نتخنا الاختطافات تقود خضع والنار الطلبة نتاحن تتفنثن والغاينين حزب الاستقلال لا شوك سنتيد في شي تتفنثن حزب الاستقلال اللي هو أكبر الأحزاب المغربية الذي أسس رسميا سنة 1943 وكان هذا الاسم الحزب عبارة عن أرضية تجتمع فيها مجموعة من الشخصيات والفئات الاجتماعية واللي كان الهدف الوحيد ديالهم هو تحقيق الاستقلال ديال المغرب فبعد الحصول على الاستقلال بدأ الصراع بالاستقلال وبالأطراف الأخرى ولا سيما المؤسسة الملكية على احتكار السلطة كما قلت إما تفيق حزب الاستقلال ولا شتفن وتجي تطفل نقنثن وتظهور نقاعة سودانثن وتشي وتعدى بنثن روح النيث احنا محمد الخامس وما غا احنا محمد الخامس طلب الناس نسيو الضيق حزب الاستقلال وحتى السلطة السلطة حتى نتث تمارس أموك تمارس وتقيل الاستعمار مثلا الإسباني ولا الفرنسي وغين التعذيبة وذاخذين التعذيبة ناغين الجيش السلطة المغربية السلطة المغربية دينا الحزب الاستقلال خمسة إطلاق صراح جميع المعتقلين السياسيين ستة عودة محمد بن عبد الكريم الخطاب سبعة ضمان عدم انتقام من المتمردين ثمانية اختيار قضاة أكفاء تسعة إعادة هيكلة وزارة العدل 10 تقديم المجرمين للعدالة 11 إسناد وظيفة مهمة لريفي داخل الحكومة علاش طلعتوا للجبهة؟ على كنطلبوا الحقوق الحقوق عنا مرمية مكرفسين مادبين مقهورين أي حاجة قالوا يعني ماشي عدلوا لي انقلاب على الملك وطلعت الناس غوطوا وطلعت الناس للجبل كيقولوا يحيى الملك ما بغوش يعني انقلاب ديالو شحال بكم طلعتوا
بزاف انا استاذ بزاف. واللي ما طلعش كيجي اللي كيتكرفص عليه كيطلعوا بالدرع طلعوا كيعدلوا كيشعلوا العافيه هيدا ويسخنوا ويعدلوا ياتاي ويقولوا يحيى الملك. ما كاينش السلاح نهائيا ما كاينش السلاح اللي كان من بعد هذا خلق داك الشيء للجيش للجيش اللي قال لك عنده سلاح يكتب. ولكن كان داك الوقت مطبقين تما شي مسائل كاين الجيوش كاين العسكر الجيش ديال المياه كاين دايرين سرخينتو دايرين كما كنقولوا حنا كبران شافياك. ولكن كل المؤشرات تشنغض الاشاره بانه عبد الكريم طغى غسل علاقه كريفيه اللي كان ديه 58 ذي الريف. الوثائق الاسبانيه تصور خمنايا يطاس قرص عبد الكريم طغى سكاد يوذان ادس نغار الريف اسكيس ندرسنا حيت عواني ثا. واظن انه مساعده عبد الكريم حقيقيه يعني يبقى البحث تغير الطاس مدروس ما كذا. كين كان كيجيو رسالات من عند واحد كيقول ولد ولد حاج عبد السلام ولا ولد عبد السلام بن وريال. هو كان الرئيس الكبير كان بن وريال في الجبل حتى هو كان كانوا كيتصلوا الرؤساء مع بعضياتهم ما كنعرفش انا شنو كانوا كيقولوا بعضياتهم. حنا كنقولوا حيا الملك وبنادم نطيش في الخلا كيقتلوا الجوع والبرد ولكن حاكمين عليك بزاف منك. أول تمرد عسكري في 1958 كان في منطقة تولماس. كان هناك كذلك جوج ديال البؤر ديال التوتر أخرى. البؤرة الأولى كانت في الأطلس المتوسط في منطقة بني وراين. البؤرة الأخرى اللي تحدثت عليها كانت في قزنايا اللي في البلاصة اللي كانت كيسميوها في 1955-56 كيسميو عليها مثلة الموت. والقائد الأساسي اللي كان في هذه المنطقة كانوا قياد أخرين هو مسعود أقشوش. ولكن بهذه الثلاثة ديال التمردات اللي كانت كنظن مفتعلة جات بؤرة أخرى وهذه المرة البؤرة الأخرى لم تكن مفتعلة كانت هي نتيجة غير مرغوب فيها لهذه التمردات. هو اللي كان التمرد المهم واللي هو كيعيطوا عليه انتفاضة الريف واللي كان القائد ديالو الرئيسي هو القائد محمد سلام أمزيا. يوقع لنا 58-59 بالنسبة لنا انتفاضة استعرض يعني يوذان غوغن السمازيغ وسنع جيب شي رحال طوال الظلم دور ميز دماني سماك كسنا سنتا اسبانيوت كسنتا ريفي ثذور تعرف ثذور تا فرانسيس يوذن الفوند ومي وغاسي وشني الانتفاضة جن طبع نظني جن شوي متطور حداثي إلى آخره. هو مسح السلام ومي ديوسل لأن مسح السلام يرى تعتبر مثقف ولا يخدم معلم كي قريت با محمد خريج جامعة فاس ومي دي هو انت عادي بذي سيتي شينات عادي بذاني بذان تسرانخ العصيان المدني. العصيان المدني غير معروف من جاده مزيان تاع حد غاكي مزيده تسنتي وذان وذان الكامبو نو مسكن هذيك الفسخوج تجيف تسرق انا سي وذان قويا ويا قناس ميسنا رئيس لان وذان تشبيك قان قشكم ميسنا رئيس قناس ميني قال رئيس ونيتي يا زي غنطي تجي رئيس الحركه بيسك كابابك يا روحنا يتسقسي ميني قال قاي قوا قاي عوار قاي كذا الى اخره. هو مخرجنا انا قاعد تقند ديزا القبوس قند ديزا قند ديزا هو انا نحيت انا ميد حسن لهم عدان انا عدنت نعدنت قاسم هو نترقنا انت نعدان احنا قصنا ذي حنيا عظيم فند وهنا مقانان هنا قوية هنا خليفة هنا سوق المو كل شيء ست شهور
كل شيء 6 شهور قام من ناحية المحاولة، من ناحية تنكاقر سواق صغيي وانت احنا مسقان مكتب الحزب الاستقلال قبني عبد الله احنا سخمضنت دير عزيب ميدا سخمضنت دير قبني حنيفة سخمضنت وما غا سخمضن مكاتب بكار وخلنا الحزب الاستقلال يانو قلت عادي بنسن تخني ثيني وخات عدى بنسن صافي بقنا فقنا غاينة على الجبال فقنا روخني صافي وقد دورنا هذو درين وخيت سكاد محمد الخميس يقاس ندور هذو درين دور الناس شنو تدور شي حتى خاغد خصين الظلمة Sa Majesté le Roi lance un appel à la population des provinces du Nord et du Rif. La situation s'y est détériorée au cours de ces derniers mois, dit le souverain. Elle a atteint dans certaines provinces du Nord une extrême gravité. Une partie des habitants de ces régions ont délaissé leurs labours, leurs occupations et abandonné leurs douars pour prendre la montagne. Nous leur ordonnons, déclare Sa Majesté, de retourner à leur vie quotidienne, à leurs travaux et à leurs occupations habituelles. كانوا هنا معتقلين هنا في السنادة قطعوا لهم المطلة والشراب وترقوا السلاح عندهم له الناس ماشي لي أنا ما أنا ما عندي سلاح ما كان عارف نضرب سلاح ما كان عارف سلاح في ذاك الوقت أنا كنت باقي شاب صغير تنتعطى الصحافة الدكتور الخطيب صديقي مشيت عنده قلت له انا صحفي بغيت نمشي للريف نشوف هاد الثوره عطاني واحد الصوره صغيره قال لي شتي هاد السيد واحد السيد ملحيه هذا راه هو لو موت باس مشينا للسوق ديال العين الحمراء في تازه ورينا الصوره خداوني في سياره حتى وصلت في الليل عند مسعود اخجوج رئيس الثوره ديال الريف بن حديفة هي واحد مدينة صغيرة كان محتلة من طرف الجيش الملكي وكان فيها واحد وجود فرنسي عرفناش أن احنا هذاك الوجود الفرنسي واش كانوا خبراء ولا كانوا تيعاونوا الجيش الملكي المعركة ديال بن حديفة اللي حضرت فيها أنا شخصيا ما كانش جماهير ما كانش ثورة جماهيرية تضربوا بالحجر كما تقولوا الناس ولا شيء كانت فرق انا بعدا كنت مع الفرقة ديال مسعود اخجوج اللي هي بغات تهجم على شي مركز ديال المخازنية مولاي الحسن 80% من الجيش المغربي وركزوا في مناطق الشمال يعني حوالي 20,000 جندي فبدأت العملية العسكرية من 8 يناير حتى حوالي 29 يناير وكانت هذه العمليات العسكرية جد عنيفة لا من ناحية ديال الجيش ولا من ناحية ديال المتمردين اللي ما سلموش بسهولة أنا كان هبطوا لتحت مع الطريق الكروشي كان عسوا كي عدبونا وها اش باش يتعسس تعسس لدينا على الجيش بالسلاح أنا كنت بقيت دري صغير كنشوفوا السيارات هذه مورها يقول لك 40 ولا 50 سيارة بين تروكا وطنق يوزوا على بني حديفة هو دي مشاو هاد الناس هادو الناس اللي ناهم عندهم السلاح تعرضوا لذاك الجيش دوك يضربوهم بالقنابل قنابل الناس من المقارج كاين الجيش اللي مات كاين الناس اللي تبليساو نشاور دغا اين دغا زور قضا زور خذ سين كاين دافيد ونيفن زقويد زور خذ وسين دا هم كان نيشان
و ضين راسكا زي السحت تابري فو عيش كل شي راسكا سين ستيارة هي تحسن ديش تزداد انت وصدن صنعة ثاسان دوره وتفتين الظن قاق بند حرقة ذنيتك عندما أمين أمهم وأم ونخ أمين أذين أيقا ما شغلت شاك مغاجد تح أقاتزي اتباع النظن سخاقا قاقا 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 مسبراثين دمغاين دي حاموش نوري غا جبل نقيم كي جبل نقيم كي جوم كان ونكسي شي نعاور خاص نداور غير الماكلة والو الجوع بزاف والو غروم مشيت كثرت ايام مع ايام عادي تغروم بزاف وتيف تغروم عاده تفشي غروم سوز روس كلشي حارث في سفوس قول ثمية سفوس تتنسى سوز روس كلشي يتغمى سوز ما تشد من بعد واحد الأسبوع أو 10 أيام في المحرك ورجعت للمغرب رجعت في الموصل باش نأخذ السيارة ديالي من المحل اللي خليتها في السقف العين الحمراء بانوا لي مدرجات ديال الجدارمية محوطين بالمحل معناها أنه صدرت أوامر بالاعتقال ديالي خرجنا من هنا حتى وصلنا لدارنا وخلينا السيارة ديالنا تما في العين الحمراء استدعاني مولاي الحسن وهو ولي العهد وقال لي احكي لي ماذا جرى قلت له يا ودي ما يمكنش نحكي انا صحفي داك الشيء اللي شفت راه غادي نكتبو قال لي شوف غير احكي لي انا ولا انا نحكي لك انت انا نحكي لك شنو طرا وفعلا قلت له احكي لي انت شنو طرا قال لي مشيتي وعطاك الدكتور الخطيب التصويره وطلعتي على مسعوده قجوج وكليتي واللحم بكذا عن حدود القجوج وكانت واحد المكحلة معلقة في الحيط بدأت يحكي لي كأنه كان معنا أنا تيبان بأنه مولاي الحسن كان عنده الناس ديالو هذيك الصورة ديال الريف ما فيها لا شك ولا خلاف أنه تيلعب على الواجهتين قال لي إذا أنت غادي تمشي مع الجيش الملكي وتشوف الإنجازات ديال الجيش الملكي في الريف إذا كنت صحفي غتسمع من الطرفين لما كنا غاديين من المطار الحسيمة تنعقل بأنني لقينا واحد طيارة طايحة في وسط الغابة طيارة عادية شي كونستيلاسيون تنعقل قالوا لي هذه الطيارة دي مولاي الحسن اللي ضربوها وطاحت هنا طائرة كان فيها مولاي الحسن وطاحت ولكن ما تحرقات ما والو يعني طاحت ثالثا غادي اسبانيا حساب لي فرنسا ثوياس كوشي ثوياس المغرب اذا نزلنا على قيم راني اثنين تشوكان ديال الملكيه ديال المغرب ني رجعنا عاد الى واسم ميخاذ بد لان الملك محمد الخامس السلطان ديالو كلي الله يرحمه يدفد زي المنفى يوفى حزب الاستقلال تقريبا ثوياس كوشي ذيني اجن اطماع نجن ولي العهد نيجندكي طموح غصنات هو الحسن الثاني نصوص ديال ذاك الوقت والتقارير اللي كتكلم على ذاك الوقت كتلقى فيها الكلام بزاف على الدائرة السابعة الدائرة السابعة لو ستيام اروندسمون
تبع اداره الامن، وهي اللي قامت بواحد البلعه ديال الاعمال ديال التصفيه، انه ما كاين توازن في الحكم. كاين حزب الاستقلال عنده واحد القوه كبيره خاصه في المدن، والقصر كيشوف كيفاش ان هذه القوه ما تبقاش هكاك مزعجه من ناحيه ديال خلق اضطراب في البلاد. La creación del partido del movimiento popular por parte de Mahjoubi Jardán y el doctor Khatib forma parte de un movimiento de palacio para oponerse al Istiklal, tratando de trabajar con los elementos bereberes y conectando con los viejos elementos que habían participado en el Ejército de Liberación en el momento final de la lucha por la independencia. من بعد القضاء على التمرد أو الثورة، بدأ الجيش خلال الفترة بين فبراير وأبريل في تمشيط المنطقة وفي إحكام السيطرة عليها بشكل نهائي. هنا هاد الناس داك السعدي اش غادي يديروا؟ الحكومة اش غادي يدير؟ قالوا يا ودي اللي كان كبراني يجي يسجل، واللي كان عندو السناح يسجل روحو، سيدنا غادي يعطيكم وغادي يدير لكم ويدير لكم. هنا في الإدارة وجدهم إنعاش القمح، قال لهم شوفوا سيدنا غادي يجازيكم على هذه الشهادة، ولكن دابا كيخصكم تحلفوا لنا. قال فين ماشي نحلفوا؟ قال ماشي مشيو تحلفوا للجامع سمر عمار. مي مشاو لتما الجيش تبعوهم. داك حدود الدراز، قالوا له حدود الدراز؟ قال نعم. قال شوف قول لهم داك الناس راه اللي طلل مسترجم طار، راه المخزن داير بالجامع، وكاين اللي بغيت صوتا كيفاش هما جاوا باش يشبروا القمح صبحوا في الحبس. ملي جا الجيش وقع القبض، اللي هرب هرب واللي مات مات، واللي خوى البلاد تماما، يسمح لا في الاولاد ولا في البلاد ولا في دارو. جا الجيش وطاح يهلك الناس، الحكومه العسكريه شي حرقوه بالنار شي ضربوه شي تهبس شي الحاصيل كرف صعيب الله. ومن غايه وفين غادي يحنوا الجغنه يا الدخان ودير الجين شين 17 يا زين شي بنات عندهم غاين شي ينو اللي مثلا يا ولدي وكن فن نصبر داك الصوره نهني انا ما يخدع على ما يشلي اللي بدو تاع كنت ندير حنا صغار احنا نسين كلشي صار فينا احنا اللي نقدر نبطط كنت اللي نقدر ندوز حسين هنا راضين من غايا ولدي حنا ودي الجين جو خاطني نغاص الى غير شي حاجه مزيان غير نشري بخنيقه غير نحبط قاصت حكوت عصن فاون سيد سي الحميله الدهوياني هاك وسن بنغاث كسين من غيو فين غيو فين ودا يجينا ودا حنا غادي يجينا خلي تصفى. إمن دي زجان كاس زجان ترع الزجان ما يوهين شي سيحن راس حرقن روم سحرقن لوذرين راحن ايبيدانين نزيفني اللي صانس الشافيت سوقاتس هما تضيعن السوكر زبدة عن خسر رقاز مهم خارب نديحونا وجين ورد ان شاء الله عدن خافيك سين ندهني حاجاكم غيور تونس كنت نزيد داين غين والله وعلم من ايش نقين ما دفع عندني احد ماشين غير وقتني وما يعذر حر او حنا عيب الله ينقين جوع خوفين خمين يتجن زجن. Thank you.
انا تشديت هنا هذا الاداره عاد بالجيش يعني الهراوه والبعث في كل صباح كل عشيه وتدخل وتقول ماش تقول ما عندك ما تقول تقول الغرايب تقول الفضايح لمن ماش تقوله عدد الناس ماتوا بالهراوه. انت شنو داروا لك؟ انا يعني ذاك اللعبت وذاك الهراوه وعبونا للحسيمه. ملي عبونا للحسيمه ما مشيناش للسجن المدني لا غير تما في الديار وذاك الشيء وذاك المسائل يعني مكلوفين تما اللي صاب اللي عنده اللي جي اللي عنده يفتش عليه يجيب له ما ياكل باش يعيش اللي ما عندوش يبقى يعني في الخلا. هذاك السيد انا هو كنا مره هاربين مره دبونا باربعه ولا خمسه القراطس هذاك دخل في واحد قلت هذا الماء وين دخلت في واحد عزقور كنقولوا له حنا عزقور الخروب قلت لك الوليد داك الساعه تلفد للعين مؤمن جوز واحد المده تما داك الحبس الوقت اللي تسرح جوز شي عام هذاك شي عام ونص كثرت العذاب اللي قازو داك البلود وداك الشيء التوفى داك الساعه قلت لك القضية يعني دخلوا القضية ديروا كلش ما خلوش شي حاجة إلا كانت البنت يديروها لك إلا كانت المرأة يخسدوها لك من الجيش وش كمال قراديهم من هنا من القبيلة اللي ماشيين وهلكونا جابوني موزخ من جبل بن حذيفة مربوط للطفرد واحد البغلة هما راكبين جدرما راكبين على الدواب وأنا معلق حتى القرعة طرس كانوا كيحميو الفخر كيصوتوا على الرابوز على الفخر وكيحميو ديك الشفاري ديال الجيش ويقولوا له من هنا وردوا له من هنا هو كيقول حقي في الله حقي في الله وحنا كنموتوا قبل ما يوصلنا ديك الشيء حاشاكم كيطلقوا علينا من الفوق واحد السيد فن عليا من هنا انه العصره ما تقدرش تخرج هي عام و 8 شهور وانا في الحبس وش عملت ما عملت والو لا بيدي لا برجلي لا شي حاجه ما عملت مزيان شو هو هو غادي يحيي نهاري هي هو غادي يجيني مهيل الميس مسكين السويس يقضاني فين غين قيا واحد يا قزعاق نسكو شي ولادي نقيم دابا يا ولادي احنا وين حنا كاين ولادي حنا شنو فاقيش وخا في قناديل الجن ني حوارك نغطي معاي نعزم دوات وش ندير غير وش ندير الخبار من خدم ديال كاز نخن قاسمي غا خدم من قاك سين دزات غير قب كوان نقنانا بي كوا غير سياغو من غا خدم من قاك سين دزات هو تي شنو تشي يا غا ينام يا قلق المهم بدي ما غاسمش تجيني قاسم لا غاسمش وفين داهو تنخنا وندير الفن شنو هي تاعجي الجك ويقال غير وني قال قلت لك شتي معاي قلت لك شي قديم حكم حنا قديم سلمان كداها شنو دبال جلو فينا مين وهرب لا قشوش نسيا يتقو حسك كنا دبال جني هندية دون خوح ما ندى زعف خسين اكتك ندى زعف قد جعن دى زعف تقن قير جبور قد جعن دى زعف روح نصعق لنا نركا حد قين دواري نفوز كخامني روح نزير النوف يعني نسل ننزار قلبو اقصص نسل نوخي قد جن بغا عزم ندقوات عزم ندقوات مغا اتنعزم دى ثنى نوخي قد جن ومرة كمر الثورة النية ومرة كمر الانتفاضة جمع عند العائلة كمر العائلة الوليد سويثما سويث عواندس بزاف العائلة الناشنين جا المباشرة تقارب دعانا العائلة نقير حدوا قويت ندعو درا ثنين ولكن جمع لنا داج أجند الداث هند المعتقل قير وقت النية إلى قططا في القشلان رعسكان جل قير حسيما رخوة كمر بعد يوذني راق قرن زينا رخوني تقذن قانس قمر نسيت في ثنة دقتنا هذا غنغن مسود لاثين حاموشن طمغارين كل شيء رخني يسيد وفقير خسرنا
قال حسيمة الثكنة العسكرية الحسيمة. الأجهزة ديك الوقت كان في الجنرال أوفخير اللي كان جاء من الجيش الفرنسي، والفرنساويين في الواقع واللي ترجع للتاريخ تشوف أن الفرنساويين نهار جا محمد الخامس وفي ذاك العظمة ديال الاستقبال ديالو جابوا له واحد الضابط قالوا له هذا هو اللي غيقبل الأمن ديالك وهو جنرال أوفخير. وتم تعيين شخص غتكون عنده واحد الصحيفة سوداء في التاريخ المغربي اللي هو الكوموندون أوفخير. كوموندور أوفخير هو اللي خدا تحت الرئاسة الفعلية ديال ولي العهد مولاي الحسن، خدا القيادة ديال العمليات العسكرية في شمال المغرب ولا سيما ضد قبائل بني ورياغل. داك سناني خامن، داك جن طوالي جن حمام بيت المغشتن تناني خامن جن دواش تازم الزنقث جن تازم جن باتيو جن لاكور نقيم قيس 35 إذن قلنا البيوتني. ومن بعد نكان ثور كلشي الصندوقه مغارين وكلشي صويون الناس نشوف زمان قم قال وضع كي الجوع حنا يحاموش نتمتنس الجوع شي نتمتنس الجوع دخلني غير شويه الماكله غير دخلني تا وين شويه الماكله تصبحان اجو مع عبد الباقي امزيان الى غاس 15 سنه حسن امزيان الى غاس 18 سنه الى تعدى بنثن شاتن تسجقين حماس قارن ايت مسن نظني من حيت كاين من حيتك محمد الحسن سلام من حيتك الشيخ مزيان الى عاد وسن بينن من حيتك ثاني راون وفي اسبانيا الى تنكوتشيا تشادر سني دارن تعدى بنثن جنسن جافيل دمي تزرق دموات اتشمي غورني الى تقوم ادوان الى تشخر تكن انت في ثنا من سدام تكن تخلى من زاريت زاريت سي طويل نوتشي زعما كاين راسين ديني 9 شهور ثاني يوم غادي نضرق نشنين ما غادي نضرق نشنين نضرق ندري اثنين انت جدي يري قراس مين تقم وتري بابا ودرا قاشكم اشكم منغن قايناشكم عدبن ومع ذلك نهار غدا سنه فنت مز قناه انت ازق الاعيان تشا انت سنين مرين من غاكن راح غاصني شا ذاكست حما غدا حظا وفيق في سبيطا وخصني كاع عسسني والو ما غير إني غينا يجوز الدام قراني هجدك كسناس الشان يفسن هجدك كسناس الشان يضان سعمول كسناس ناين دغمس وذم يرعادو كيستغمس إني ولكن قامنا كيف والو إنك خري يجن الجهر صدرنا قد ما خلوصا ينضوض خاسي دارن سيهاكو سني سوق زي الجوف بابا خسين زغتشا يجانس كدا دادا مزيان إكا غيج المدة قر حبس وامي راح غزا يفض غاري يجن الشاف يني مين ما غاتوسي الناس وسيغ دادا بابا إني ما نشك الناس زبني حديثة إني رشك زبني حديثة قعدوا الله وعاتوسي دار الدانيتي يتفايسو عمود يسلق زي مارا كما مارا دي دمن وسيغ دادا الداث نشقوا قبريد يسيد يعود يجو عسكري عاود وفي إكسيد غير كابوس إن دهي دقيج المسافة وكش غدا داتنا إني خذا قنين سرين شك وإما أكيك فعرق ني غاش نغا ناس نيش لا غا يحسن الفعرق هو الزينة خسا ذي نشعر داح نشاطها مزيان إني غاسنيش نغا يحسن إني وه إغز غزة أندر صفوسينك حما غش نغا إكسيارو قيمة قشور أزرق قد ما تراجع ذينا ومن بعد يسيورا كي ديوني نيلكار وش نقخ شيء نشير الزوغ أكيك فعلا ولكن نوخا لأني هتروح ذاك المسي كان هنا شيء المسيات كبارين كمناهم سبانيول كان دا مطعدين ديال المخزن ديال العسكر دخلونا تما عدد الناس اللي كان عنده سناح هاللي كان في الجبل وهم متهم بالسلاح هاللي مهم واحد كرفيسة يشوف الله تعالى تبارك واخا خصني نثبت مزيان باش ما خصناش نزيدو ولا نقصو خصنا يكون داكشي اللي في راسي خصني نقولو انا ما خصنيش تقول لي انت ولا واحد اخر خصني داكشي اللي عاقل عليه انا بالضبط انا ما داير والو في الحقيقه انا تلميذ باقي كنقرا في الجامع وبابا ما طلعش للجبل طلعوني انا ما عندي سلاح ما ضربت ما شفت ما ريت علاش انا يطلعوني الجبل علاش
لماذا؟ أنا لاحظت الجيش تكفص علينا دي الدري صغير كنت قلت لكم كنت أحوه مع شكل الجيش لكل بحويقة الجيش تكفص علينا بزاف الجيش تكفص علينا بزاف يا عبيب الحكم العسكري يلعي دي بالنبلة أحيا صاحب الجنة أنا الدري صغير كنت قلت لكم أحيا في الدير العسكر دوزنا شهرين العذاب تبقونا حنا شكون داو ديال مالي السناح اللي كان عنده بصح حنا ما ديرنا والو عجب صغار اش دينا حنا اش دينا حنا والشاب عنده 14 15 سنه اش غادي يدير اش مسؤولية لي عليه هذا منكر هذا شهرين السجن والحويره اللي عند الجيش ها لا هذيك انا شفت تحت الدار البيضاء خويت من هنا مشيت بحال الدار البيضاء هربت الوالد من الجامع ما تقدرش تقوز مع الاداره ولا هو ما تقدرش البحث لين ونهار والهروة اللي كيحرقوه والغوات ما تقدرش تقوس حد الإدارة والله ما تقدر تقوس من دواقي كون عندك القلب الحديد مشيت أنا بحال ديال الدار البيضاء شغل الدار البيضاء كان مازال فيها ليجو فرنسي 59 استقلاشات دين ولكن ليجو فرنسي باقي حكام ديال القوة الفرنسية باقي تما باقي في الرباط باقي في تازان بقيت هنا كندعس برا ونفرج الكراتن ونخوف من الجيش ما عندي لي تعريف الاول ما زال دري صغير ها شحال كان جبت تما 4 سنين سنوات حتى 62 59 حتى 62 اجيت مدة 3 سنين 4 سنين هذاك جيت لقيت الوالد توفى رحمه الله بقيت هنا 52 53 جوج 64 جات واحد الكونترات ومشيت لفرنسا هذا ما نحكي لكم والله اعلم وهذا ما نقول الاخوان السلام عليكم ورحمه الله وشكرا لكم. لا واحد نقطي ناس نزيدو خوه وانا ميحنو هي قلت سندازات قلت نقول سناح قلت نقول سناح قاعدة نمث وقاس نكلطيع وقاس نموم بجني وقاس شي قاثني قاعدة زاها الشعب قب سينا من اين وغونا ثلاثة وغونا قدو هيان سيسانا نرقي قدة وحمر نزاد قدم صحيح يقم يا خي قوان كده وري إحنا سقيش من المخزن ما؟ إيش اللي حصل؟ أنت عاصم تحرش تقدر؟ فما راق رب ليه حيجد وقت إلى سوق رابع دويث؟ إيش اللي جبنا مع عزيزي؟ الناس بدي قد يجبنا من يزوقك؟ يستورع أق عزيزي يستورع ملام قرنت؟ الناس قي صوتهم سلام فران الوالد؟ ما يرجع الوالد وقت ليه اللي يخوض على الجزائر؟ حتى الاشاره الواعيه نغيرناش بان وليد جا الوالد يقوت يتموت ولكن شي نهار خير ونقيو نسيو شي خمريني لدرجه انه واش مسكاع كيسقى الوالد كاع بوض ماني مسكاع كيش تقوم يدق يسيو خمريني كانه وجه نحجز هي الحاجه علامه فاصله قال حياه بنادم لان انت واش كتمسكاع واش مسكاع كيسقى انت واش مسكاع قائد الانتفاضه واش مسكاع الوالد ماش كذا زود انه راه اكيد كيجي المسيره طاب قبل ما يجي طوب دار الوالد وقوض غاص حتى ايضا يمكن ليا الزوم ميس إذا الإحساس إني نضالني مخصورني عباد الله نضالني تتوت كل وقت نتوقع إيش النوع سويتش تسمى تقريج سويتش إيش نحاش نضني وطبعا شو بيتقل سويتش واني شو بيتقل بالدرد قل حقيقة قوتي في النيبة بك إني المناظر نسيخ فيش وطغيم الزول نش الإحساس على الواقع طاية تسمع على الزول إلى حد الآن مني كتوقع واحد الحملة ديال القمع واحد الحملة واحد انتهاك خاصة مني شي يكون جماعي كاين واحد الذاكره ديال الجماعيه كتعطي واحد المجموعه ديال الاوصاف لهذا الشيء اللي وقع الحقيقه ماشي ضروري انها تكون كل ما يقال ولكن الحقيقه هي جزء مما يقال يمكن تتعبر على واحد الالم يمكن تتعبر على المعاناه ديال المنطقه لواحد المرحله كاين باش توصل يعني لواحد الحقيقة اللي تتشبه الحقيقة التاريخية اللي تتقرب من الحقيقة التاريخية هذه قضية صعبة عندما نتناول البحث عن حقيقة نريد من ذلك الإجابة على ثلاثة أسئلة فقط وهي من أمر بوقوع ما وقع ومن نفذ
ما وقع ومن استفاد منه. الحقيقة غير مطلقة غير مؤرخ، إذن حقيقة نسبية، إذن جزء من الحقيقة خصها يعوض أتيس ما توحى حزب الاستقلال أنت يجين معنا إني أثنيني مرة ذرقصار الملك ذر المخزن أثنيني من يوقع النيشان يخص أثنيني فعلا لحد الآن من يوض البحث التاريخي يعني الأكاديمي ويزمر أن فقص الخلاصات نهائية. الواقع هو أنه ديك الوقت كانت وقت مناورات على الطريقة اللي تنشوفوها الآن في بعض الدول، مناورات ذكية، صراع بين الجيش المغربي اللي عنده اختيار فرنسي وبين النظام اللي كان محمد الخامس بغى ينصبه في المغرب وهو نظام ديمقراطي. فلهذا أنا تنبغي ذاك الصراع اللي كان في ذاك الوقت ما يبانش على أنه زعما ثورة في الريف ناضة ضد النظام. أنا تنأمل بأنها ثورة قادتها الحركة الشعبية مع الدكتور الخطيب والمحجوبي أحردان ضد حزب الاستقلال. que se instrumentalizó por Palacio para su lucha contra el partido del Istiklal, pero naturalmente el movimiento tenía una energía propia, unas motivaciones propias en el malestar que existía en la zona por las múltiples razones que hemos comentado, y lógicamente España contribuía al malestar habida cuenta que la influencia que todavía seguía ejerciendo a través de los funcionarios marroquíes, rifeños, que habían colaborado con el gobierno español, estaban siendo sustituidos unos detrás de otros por elementos pro-rabatíes, pro-istiklalianos. فكنشوفوا اللي ربح ذاك الساعة في هذا النزيلة ديال الريف ماشي الريافة ماشي حزب الاستقلال ماشي حزب الشورى والاستقلال وماشي حتى الحركة الشعبية. الحركة الشعبية ركبت فوق الأحداث نعم، ولكن كنشوفوا إسبانيا كان خصها تربح، فرنسا كان خصها تربح، السياسة هي هذه، كل واحد كيبغي كيفاش يخرج الفائدة من راسو ويسمي في واحد آخر يسمي في واحد آخر. كيبقى اللي كيقولوا المغاربة، إذا كان المتحدث حمق المنصت خصو يكون عاقل. ما نساوش بأن الملكية في مصر سقطات في 1952، والملكية في تونس سقطت 1957، والملكية في العراق سقطت 1958، وكل المتخصصين من سياسيين وعلماء اجتماع وتاريخ كانوا كيتنبؤوا بسقوط جميع الملكيات. فالمؤسسة الملكية في المغرب كانت واعية بهذا البعد، واضطرت أنها تقوم بمجموعة من التحالفات ومجموعة من الخطط حتى تحافظ على نفسها. فشنو كانت هذه الخطة؟ بسيطة، هي أنهم يعملوا تمرد في منطقة ما. هذا التمرد كيسمح للسلطة المركزية أنها تعلن حالة الطوارئ وتعلن الأحكام العرفية وتبعت تجريدة من الجيش لقمع التمرد. وهذا شنو كيسمح لها؟ هي أنهم يمكن لهم يعزلوا جميع الموظفين المدنيين من المناصب ديالهم وياخذوا بلاصتهم ناس عسكريين او اعيان محليين اللي كانت الولاء ديالهم للمؤسسه الملكيه ماشي الحزب الاستقلال. يعني الفكره العامه خصها يبدا هنا غير فين الى جاني جنهاري عيان الدور المهم وظن الجمهوريه كي مواسقا كي كاريف. يمكن الفكره خصها طاز مدام يوسف الاستقلال خصها الناس قاع غاس نتغيمي الافكار عاد غاس ندير الامكانيه شي نهار ادينين شي ادينين اطلب شي الحقوق مخمه كاين الحقوق ثانيتي. هذا أنا قد نأكد بأنه حرب الريف سنة 58 كانت عندها أغراض كثيرة ومتعددة، ولم تكن وأؤكدها ثورة شعبية كما يقال.
طبعا كان واحد الحدث ايضا اللي تلقاو فيه واحد انه كانت الوفاه ديال الحسن الثاني وصعود ملك جديد، وايضا حتى على مستوى الساحه الحقوقيه ظهر واحد الفاعل جديد اللي هو منتدى الحقيقه والانصاف، واللي بالتالي جا واحد المشروع جديد ديال ما يسمى بالعداله الانتقاليه. وكانت المناظرة الوطنية ديال 2001 اللي كانت يعني مرحلة أو محطة أساسية في الضغط على الدولة للدخول في مسلسل تسوية ملف انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مرحلة ما يعرف بسنوات الرصاص. اعتبرنا هذا الجواب ديال الدولة هو من ناحية هو يعني جاء تحت الضغط الحركة الحقوقية ولكن غير كافي. واستمرت الحركة الحقوقية في الضغط حتى بعد إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة. الهيئات لقت وديناميات جديدة. المسلسل الأول هو يعني نتكلموا على ذاك الحقاب، نتكلموا على ما تبقاش طابوهات، ما تبقاش مخبعة. ثانيا نطلقوا مسلسل العلمي ديال 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 الدراسة ديال ذاك المرحلة. ولهذا اللي خصنا نفهموه هو أنه تنظن كنا احنا في الذاكرة، في الشهادة الفردية، في المعاناة الفردية اللي تتبقى لداخل، اللي هي أسمحت أن هذاك الشيء يخرج أولا، يخرج بطريقة أخرى، يولي قضية طبيعية. فأنا عدو الفامة زوجة الأستاذ المخطوف المجهول المصير عبد السلام الطود. 73 اعتقلوه تغاد تغاد تعنا بزاف فبانا ما عرفناش داروا ليه، ما عرفين دفنوه، ما عرفين داوه. بعد الاستقلال تاس الدولة عاود تسمى المركزية المخزنية تفرض عاود تسمى الستارة ينس، وتفرض تسمى عاود المنطقة ينس، وتفقي مواجهات وتقمع يودان وزاك تنترغيج العدد وتهجاي النظام. يعني بدا غاري في تيري تسمى يعني بلد المصائب يعني مخزنين. إلى حد الآن إلى حد الآن ذين القمع مصلت خل المعطلين، مصلت فئات الاجتماعية المقهورة، مصلت خيوذان قد دواوير ذو المضاشر، القمع عني وقع نقيت بوعياش، القمع عني وقع نقيت بوكيدا، القمع عني توقع حاليا قيت عاقيت ذي التفاف خل المطاري من السكان. يعني عاد طيس في حال الماضي ويستمشي ناش وزمنا يعني راعدة نصلح نشد شكشك ذو قيدة تعطار فلس الجرائمي الاعتراف ذو الإقرار ثم الاعتذار. إذن أنا بالنسبة لي هذا هو الاعتذار الأساسي. الاعتذار هو أنه يعني بلا ما يجيو عندنا شي دولة تقولنا ديروا الديمقراطية من الخارج، وقبل الربيع العربي ما يسمى بالربيع العربي احنا بدينا طريق الإصلاح احنا كشعب وكدولة، ماشي معناته أنه لقينا العصا السحرية باش نحلوا كل المشاكل، ولكن خدينا يعني الماضي ديالنا والحاضر ديالنا والمستقبل ديالنا بيدينا، ويمكن نضربوا عليه يمكن ما نتفقوش عليه نسبيا، ولكن الأساسي هو احنا طلقنا هذا المسار. اكيد احنا عشنا فترات صعيبه في التاريخ ديالنا، ولكن ملي نقارنوها كذلك بتاريخ الشعوب الاخرى بالعذاب اللي عاشت الشعوب الاخرى، كيفاش يعني الان احنا يمكن نضربوا بيناتنا، ولكن تنضربوا في حد المجتمع اللي فيه السلم. مجتمعات اخرى ملي تنهضروا انا وياك الان انا وياك تنهضروا راه اطفال تيتقتلوا نفس الاسباب تيتقتلوا، كاين اغتصابات الان انا وياك تهضروا، كاين عدم وصول يعني واحد التوافق نسبي. هذا هو بالنسبه لي النظام اجل حقوق الانسان، هو انه يمكن نوصل لمجتمع اللي ما تتفقوش فيه ولكن بطريقه سلميه. اعتقد ان في تاريخ يعني النضال الشعب المغربي كل ما حققه حققه بالضغط وبالنضال. إذن الطريق الوحيد الذي يمكن ان نحقق به مكتسبات اكثر هو الاستمرار في الضغط على الدوله. حتى يعني المسؤولين حتى المجلس الوطني لحقوق الانسان يقول ان هيئه الانصاف والمصالحه جاءت تحت ضغط الحركه الحقوقيه، واذا اردتم ان نقوم بخطوات اخرى فيما يخص مثلا الضحايا الذين لم يضعوا ملفاتهم في الوقت والذين هم خارج اجل يجب ان تقوموا بضغط اكثر. يعني حتى الدوله تعترف، مؤسسات رسميه تعترف ان الامور
لا تتحرك في المغرب إلا بالضغط. إذا الآن لا حل لنا ولا طريقة لنا إلا الاستمرار في هذا النضال والاستمرار في الضغط وحشد كل القوة للحركة الديمقراطية لتستمر في الضغط على الدولة وتخلق موازين قوى جديدة من أجل انتزاع المزيد من المكاسب. بالنسبة للمطالب فينا ما رانا نزدغى المرحلة الراهنة مرحلة ما بعد الإنصاف والمصالحة انتفى أنه المطالب فينا ظهور انتج نحشت عادي غانض المغرب نهارا نهارا نستورخ المفهوم الجوي الموسعة الحكم الذاتي نستورخ التسيير الذاتي للمنطقة نستورخ التدبير الاقتصادي الذاتي للمنطقة على اعتبار انه انتف مثلا لحدود الساعه انه مر 8 تروجان غنضي منطقه الريف وغنضغي من شاديه الريف طرحت غباره انتف انه القرارات على المستوى المحلي مازال قرارات مركزيه. تاثر خير مخزن يجعل بأنه المنطقة ني وذي سيدك شاد إلى عهد المصالحة مصالحة كعريف إلى آخره والآن ومن تلك المرحلة والدولة المغربية تلقى هذه الاتجاه يعني يخص مارا النقاط النتي بارشاني السوداء ذي التاريخ المنطقة يخص أن تنمحها يخص أن نسيور خد ذاكرة نسيور خمانين نسيور خد 58 نشتور يخص مسألة إيجابية بالنسبة إريفية يعني مجان ذي الريف نغذي ذي مشان نظني المغرب نغذي المهجر ذي نيج حاش ذي جان نشان مصة الساسة طالما الفكر إرثع بتكريم خطابي هذا حاضر قاريف الريف هذي يقيم دائما وتشي محاربة لكن تحت المجهر ولكن عبد الكريم هو داخل في الذاكرة الوطنية وفي ذاكرة الريفيين بالخصوص أخيرا منذ عشر سنوات أو أكثر بذان تهتمانزيز يعني مفتوح الآن يمكن تسيور عبد الكريم تقدنا دوت ماني ما تخساد إلى آخره ولكن بالنسبة لي في النهني مازال يقيم الرمز الأساسي مازال ونيويد الدولة المغربية زي استعترف استكش المكانة يستحق ذي البرامج التاريخ مثلا استكش الاعتبار يحذج عدم التكرار هو البحث الذكي الجماعي عن أساليب أن لا يتجدد ما وقع في الماضي هذا هو المهم وهذا هو جوهر المصالحة يجب أن يكون لنا الشجاعة السياسية والنبل الأخلاقي والنبل الحقوقي لكي نشتغل جميعا بهدوء لأن بدون أن نحل هذه الإشكالات العالقة في التاريخ فسوف لن نتقدم لم تتقدم أي دولة في العالم وهي ناسية أو متجاهلة ماضيها. جنت نوفور وقت عجيب أن فغاي وذان وقت عجيب أن السيوراقي وذان وقت عجيب تومي روخي من المغار وخي يقيم طبيعي زعما وخي يقيم ورا من مجروح ويقيم زعمو لكي نتشي حقود خشين حد رغم من زعمو لكي مشي حقود حد وإنما النفسية النغز جيشي مرتاحة دائما دكاد الأيام النيدي حفنين قالوا على سيدنا مش يعبيوه النصارى نوض وطلعوا وطلعنا مع النسنة مع النطلع مع النهبطة والوراء يحتاج يقولوا شيء كذوب ولا شيء حاجة ما كان يحتاج حاجة كله السلاح ديالهم المجرمين اللي كانوا دايرين في هذه القضية صافي يا أخي شنو اللي كاين وزنا في الأدب وحنا باقيين الآن رانا في الأدب الشديد ما عندنا حتى شي حاجة ما عندنا مدرسة ما عندنا طريق ما عندنا ضو الضو ما كاينش ما عندكش خاطرنا واش خاطرنا واش بجنا
وشكون كيطلب المسامحة وشكون اللي كي وشكون داها فيك ولا ما طلب لا المسامحة ولا حتى شي حاجة ما داها فيك حتى واحد قال لك شي واحد شي حاجة اسمح لي ولا شكون عارفك حنا مسيبين وصافي مسيب هذا اللي كان عبد الله بس نسمح لا 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 حتى ريري جاي وفوس يفاس نصي يا ربي ما غادي نسمح ما ما ما, ما نوري غاس ندا في التوريث ما خو غاس نوري هود في التوريث تعقير وش يصير نحن خلاهين كبوضنا مي حنا كبوضن الحيانا شي دي قوضن شي دي زقع شي دي قوضن دي قوضن لا ميزم اخنا اقرا سين نشم اسن سامحة؟ اسن سامحة؟ اسن سامحة؟ ايوم قيانيا سمحت والو ردي سمحة شي عشين شعر تنزوات صافي نقضاعة صافي تقرعنا يشاني عرزقين وسكور شي عرزقين وشاني ذحن يطحي تحي حند جن غار سوا وردي غار سوا وسنعدل نقرعن اللي تكرفص عليا الجيش ما كناش كنعرفوه واللي تكرفص عليا ما بقى حتى واحد وانت تسمحهم ها اللي سمح لهم الله حتى نسمح لهم ولا ما سمح لهم شي راني انا شكون اللي سمح لي باش نسمح لي الكنتا شكون اللي سمح لي راه باش ندوزوا الحساب الميزان ان الله لا يستحي من الحق هكذا ولا لا؟ ها؟ إلا بقى ولده ولا حفيده ما نقدرش نشوف فيه لا تماما شمش نقول لك أخي شي نقتل قليل عليا داك الشيء اللي دار داك الشيء نقتلو ما يبرد شي قلبي عليه نعرقو بالنار ما يبرد شي قلبي عليه نقول لك الصراحه انسان اللي يدير فيك واحد المساله اللي غير شرعيه اش تبغيلو باقي تحنوا شوفوا ولكن ما عندنا ما ندير قولوا نشوفوا حتى نيا ونقولوا المخزن ظالم ولا قوم فاسد ولا حول ولا قوه الا بالله يا اخي تمنى الشباب لنا واذا سنيت وقع مدني وقع نيشني فمن شني كاسنا تمر طام قرن كاسنا تمر قرن دوز ما بصبع ايش كبيج العذاب يمقان ما كيف يعقد جدي يقفر حبسي توعدد ما بغى قفر حبسي توعدد نشرح خسن سقسير من غير ما يسوع عمود هذا الشيء طريق خذين ورخصة فيه شو خذي سمهم عشان وخذين ان شاء الله انكمر لي النار شخايب الزمين غيني ولكن رفاقي عصبت وزما ذينا كتازي منايا ونشكارشكم خمانايا نتمنى نتمنى غتبدم خمانايا كذنا اتصور من شبابنا منايا حمو تكرر زي ستساون والسلام عليكم وصراحة بالنسبة لي كشخص ويتهمي شي بزاف أساسية مهمة إلى آخره ولكن كشخص ويتهمي شي السؤال سقي ما تسمح سمحوا عاد سمحوا قاسم الزيغ سمحوا الدنيا والاخره ما لجاش الاخره شو ممكن راسي حمل ادم سمحوا الدنيا والاخره مين يتمل تمي العداله الاجتماعيه تم يوري فيني نجي نقدر نقصدي اقصدي هاجا اقدر يازم لي تاوني يازم لي اوروبا وجي يازم لي دال ماثينس تمني الكفاءات المغربيه اللي تجي نقدر كلشي في الدار شي ياخذ ما يمكنش ياخذ فرنسا شي كلشي في الدار اللي ما يتمنش نسيخ فين واقع مش من تتقضى باش نقاطع صافي نشغل مس القاس سينات اثنين صافي نش عارف كبر غزاك الخضاوين ما عارف نعرف ما قيم كلش نضره عارف ولكن فين فين صافي فين اخر قنطي كي هولندا حتى الجريمه ضم قرانت حتى الجريمه ضم قرانت شي الجريمه انه يتفشى على حبس نغيك حتى الجريمه ضم قرانت هي تشمي غاش غيقطع زيد يقطع عيش ديال المحيطين يقطع عيش ديال يقطع عيش ديال المواطنين
بايف تلتين ولكن ريحة البحث عن الأب ريحة البحث عن عروخ قطايش عروخ عصب بيضا يمكن مرا شنو وراء السوغة سمنا غيضا وانو يمكن هذا فغش دنيا غفغ الرغوين بانه وفيخت وفيخت غيضا وانو ناشن حاجة ولكن عروخ ذي نجد رغوة داخلية انه وازوخ سيلا حتى الآن قمت وإن كان زريخ مساكا كيس ورا كيس إلى آخره ولكن رغم ذلك لأن الطفل الطفل نجد قاعد يخذ ونجازو الخبس ونجي المراهق نيغ 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 شي جني مغام